السلام عليكم، معكم عمر عاصم، مراسل الجزيرة توك ما بين ألمانيا وفلسطين، فلسطين أولا طبعا. بتأمل أن الدورة تقدم لي خبرة إعلامية زيادة، كما قال الشاعر: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجاهي. فوق ذلك بقول أنه إن شاء الله نستفيد من خبرة الشباب هان، يعني معنا الأخ مروان المريسي من قناة المجد الفضائية، معنا الأخ من إذاعة عدن، معنا الأخ من قناة الرافدين، يعني ما شاء الله الشباب كلهم، في منهم كمان في الجزيرة. فبتأمل أن نستفيد من خبرة الشباب، من خبرة الإعلاميين في الجزيرة، وإن شاء الله خير.